وزراء اليوم سمعنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سؤال: هل من أجواء اليوم كيف سيتلقف الثنائي الشيعي دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واضح أنه هناك من يريد أن يغير شيئا في المشهد السياسي اللبناني، لكن بحدود معينة، بحدود مصالحه. حزب الله منذ البداية وأيضا مع حركة أمل الثنائي الوطني كان يصران على إعادة الاعتبار للمؤسسات، خصوصا في قضية ملف مرفأ بيروت، وإعطاء الصلاحية المفروضة للمجلس النيابي بحيث تشتغل هذه المؤسسة وتلجأ إلى ممارسة صلاحياتها. وقع الإشكال بدرجة أساسية هنا. حتى هذه اللحظة، يعني منذ ما الفترة التي بدأ فيها مجلس الوزراء بالجمود يعني وعدم الانعقاد، لا يوجد أي مبادرة حقيقية جدية من قبل رئيس الحكومة وحتى من قبل رئيس الجمهورية. يعني ترك الثنائي الوطني من دون أن يستمع إليهم أحد، فنزلوا إلى الشارع وحصلت التظاهرة والاعتراض على سياسة الدولة فيما يتعلق ب ملف مرفأ بيروت، ولكن لم يحرك أحد ساكنا. فإذا الاعتراض مستمر، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي مبادرة بهذا الخصوص يمكن أن تعيد مجلس الوزراء إلى الالتئام. فما نسمعه من كلام إيجابي من قبل البعض لا ينطوي على حل جذري لهذه المشكلة، وإنما هناك يعني بالون إعلامي يراد من خلاله القول بأن هناك تحالف جديد بين الرئيس ميقاتي والرئيس ميشيل عون في وجه الثنائي الوطني. هناك مغالطة أساسية في هذا المشهد. الموقف ما زال هو الموقف، لم يتغير شيء على الإطلاق، وبالتالي على رئيس الحكومة تحديدا القيام بمبادرة جدية حقيقية فاعلة لإعادة تفعيل مجلس الوزراء. لذلك اليوم ما يحكى عن يعني أجواء معينة هي بخصوص الدورة الاستثنائية، حتى لا يتم توهين مقام رئاسة الجمهورية أكثر، وحتى لا يرتفع الاشتباك السياسي بين مؤسسة المجلس النيابي من جهة ومؤسسة رئاسة الجمهورية. تحرك الرئيس نجيب ميقاتي في محاولة لعدم الذهاب إلى أوسع وأخطر وأكبر مما هو عليه الوضع بين المؤسسات وفي البلد. يعني حضرتك عم بتقول أنه اليوم دعوة الرئيس ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء لن يبادلها الثنائي الشيعي بإيجابية، لأن المشكلة بالنسبة له لا تزال هي وهي متعلقة بالقاضي طارق البيطار. السؤال عكسي، الرئيس نجيب ميقاتي لا يقوم بإيجابية لحل هذه المعضلة. يعني منذ الأساس لم يتصل بحزب الله وحتى بالرئيس بري في محاولة فعلية لتغيير الواقع القائم فيما يتعلق بهذا الملف، للإطاحة بالقاضي بيطار قصدك، معالجة هذا الملف بمعزل عن التسميات والتوصيفات المختلفة. لكن الرئيس نجيب ميقاتي مصر على رأيه بأن هناك فصل بين السلطات، وكأنه رئاسة الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية، ولم تعين وزيرا، ولم تتدخل بالقضاء على الإطلاق. اليوم يريدون استقلال القضاء. لماذا عندما تكون القضية لصالحهم يتدخلون بقوة لدى القضاء؟ كثير من القضايا مثلا، كثير من القضايا هلأ مش مستحضرها، لكن بدي أقول أنه نعم هن بحق لهم يدخلوا بالقضاء ويغيروا بكثير. بس عم تبني على عم تقول حضرتك أنه هن عم يدخلوا بالقضاء. ليش في حدا ينكر أنه السياسيين لا يتدخلون بالقضاء؟ متى؟
عم هلا مش بالضروره تكون مبينه فاقعه بس الكل بيحمل تليفون وبيتصل بالقاضي مثل ما دخلوا بالمجلس يعني هلا في قضيتين ثلاثه هلا قصدك مثل المجلس الدستوري مثلا هلا اخر حادثه رئيس بلدية الدستوري طيب خليني اقول وحده منا مين دخل بالمجلس الدستوري عم بقول لك انه الكل بيتدخل بالقضاء يعني ما حدا ينزح حاله ويقول انه لا نحن بدنا نترك القضاء يشتغل لوحده جيد عال اتركوه من التسعين لليوم انتم خانقينه وانتم ماسكينه ليش اليوم بهذه القضيه بالذات لانه الامريكان ضاغطين عليكم ولانه في مصالح جزء منها سياسي وجزء منها انتخابي انتم رافعين ايدكم وتقولون نحن لن نتدخل بالقضاء اذا المطلوب طيب. التدخل في القضاء المطلوب معالجه هذه المشكله عبر التدخل في القضاء اذا انتم قادرين تعالجوا هذه المشكله لانه هذه مشكله وطنيه وسفكت دماء سفكت القاضي طارق البيطار مع حزب الله شو عن جد ما هي يعني احنا بنسمع قاضي ليش ليش هو قاضي عن جد قاضي نزيه ويعمل بمعايير موحده مع الجميع جزء والله كبير من اللبنانيين واهل القضاء واهل هذا السلك ورؤساء ومسؤولين ووزراء ونواب والبدك يشهدون لهذا القاضي وزملاء هذا القاضي وكثار من الناس ومش كلهم عملاء يعني ما حدا بيقول لا اذا كلهم عملاء ما حدا بيقول عن زيتات وعكرين بس الا اذا كلهم ثلاث ارباع البلد بالنسبه لكم عميين وين ان ثلاث ارباع يعني البلد مين ان ثلاث ارباع السلك القضائي كله بيقول عنه للقاضي طارق بيطار انه هو قاضي نزيه يعني وفريق يعني رئيس الجمهورية بيقول عنه للقاضي طارق بيطار انه قاضي نزيه اذا شو بده بيقولوا شو بده المهم الحق شو بيقول لو مين ما كان تملكون الحق أنتم فقط مش عم نقول نحن عم نقول تعالوا رجعوا إلى المعايير والضوابط الأساسية القواعد القانونية في معالجة هذه المشكلة بس أنا بسألك سؤال في استنسابية ولا ما في استنسابية في معايير مختلفة أو ما في معايير مختلفة في سلب لصلاحيات لمؤسسة دستورية ولا ما في طب جاوبوا على هؤلاء الأسئلة